بهذه المناسبة إن شاء الله مبارك الكريم كننظموا دوري لقدماء القلعة، دوري مقر دوري قدماء القلعة. وبهذه المناسبة الذكرى ديال تأسيس الفريق 15 سنة. الأهداف ديال الدوري هو صلة الرحم بين القدماء اللي دازوا في مرة في القلعة. وكنشكروا جميع الفروق من الفرق اللي مشاركه فيه، بين كاين مشاركه بيكرا، كاين مشاركين نيت ملول، مشاركين نيت عميره، مشاركه سي دي بي، وكاين بعض الفرق اللي كيعطيو واحد الصوره مختلفه عن باقي الفرق، بين كيمشاو واحد بالنسبه للقلعه مشات واحد كما نقولوا واحد حضاره كبيره في الرياضه. وحنا كنحيدوا ديك الصوره اللي كتعكر الجو ديال السمعه ديال المدينه بهذا الدوري اللي الحمد لله على السمعه ديالو على الصعيد الجهه. كلشي كيهضر عليه، كلشي كيتساهم فيه، كلشي كيتعاون فيه. وكي بالنسبه للدعم ديال الدوري هو الدعم من مجلس الجمعيه للقلعه. وبهذه المناسبه كنشكر السيد رئيس مجلس الجمعيه للقلعه السيد محمد بكيز اللي كيعطي الاهميه ديالو بزاف لهذا الدوري باش ننجح. وبخصوص بخصوص الجوائز ديال الدوري تكلف بهم المجلس الجماعي، هو اللي غتكون ان شاء الله ختام ديال الدوري ان شاء الله ثاني يوم عيد ان شاء الله الفطر. غادي يكونوا الجوائز جميع الفرق المشاركه في هذا الدوري. ومن هذا المنبر كنحيوا الناس اللي كيجيو الخفاء اللي كيخدموا في هذا اللي كيتعاونوا في هذا الدوري، بالنسبه لنا من اللجنه ديال الدوري اللي كتكون من جوج مؤسسات ديال الفريق، ديال منها شباب القلعه فريق الفريق الام، وكاين الفريق ديال خدماء شباب القلعه. حتى هما دخلنا معنا ما كان الموسم بتعاون معنا احنا في الدوري. والحمد لله الجميع كلش كيدير كيتجند يد في يد. ومتعارف عليه الجماعه الترابيه القلعه يعني كدعم جميع الانشطه اللي كاين على التراب ديال جماعه القلعه. اي مشروع كان ناجح سواء رياضي ولا ثقافي ولا اجتماعي كيف ما بيكون كنظن بان الجماعه ما غاديش تبخل وغادي تدعم. والمقر القدماء هو مشروع رياضي بعد اجتماعي وانساني، يعني فيه مجموعه من الانشطه، كانت فيه انشطه اللي فنيه وانشطه اللي هي ثقافيه اللي كدار بالموازاه مع الدوري، خاصه قبل الافتتاح ديال المقابلات. كانت مقابلات كريميه ديال القدماء يعني الجيل الاول للقلعه، وكانوا كذلك مقابلات ديال في اطار الدوري، كانت مقابله ديال النهائيات ديال الفئات ديال مدرسه شباب القلعه. وما نساوش الدوري، يعني الدوري ديال المقر القدامى راه كتنظموا جمعيه اللي هي شركه اللي عندها عقده وكتربطها شراكه مع جماعه القلعه اللي هي اللي هي جمعيه رياضيه شباب القلعه واللي كتمثل القلعه في القسم الممتاز. هذه من جهه. من جهه اخرى كمتتبع وكواحد من يعني من 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 قدماء شباب القلعه، بحكم انني كنتمي لهذه الجمعيه هذه ديال القدماء، صراحه الاجواء زوينه، الجمهور مساهم بشكل كبير في نجاح الدوري، كذلك الفرق الان ديال القدماء اللي مشاركين سواء الجمعيات وسواء الفرق ديال الاحياء القدماء اللي مشاركين. يعني كتشوفوا مشاركه ديال القدماء شباب سي دي بي بي، اولمبيك ايت عميره، ايت ملول، كانت اولمبيك تيره من بعد تعذر عليها باش انها تشارك. يعني كاين فرق من برا. هذيك الدوري بمثابه المقر صله وصل بين الرياضيين على مستوى الجهه ديال سويس. نتمناو باش انه ينجح يكمل النجاح ديالو من هنا للختام ان شاء الله. وشكرا. هو الهدف ديالي ان شاركت في هذا الدوري ان مشاركه مزيانه، لان هذا الدوري نجح مزيان في 100%، لان هاد الناس خدموا لصالح المنطقه ديال القليعه، لان الدوري تشرف على جميع منطقه سويس. لان ملي كنمشيو لبعض المناطق بحال زكان ولا يتملون كيقولوا لنا بان هذا الدوري فيه داز بامتياز. الاجواء جيده، اجواء جيده في المستوى الرفيع، لان كل فريق كيطمح باش يربح. ولكن حنا الهدف ديالنا اننا شاركنا، ما الغرض ديالنا باش نطلعوا للدور الثاني هو اننا لعبنا بكل ارتياحيه وجا الله تيسير. مشاركة الفريق ديال القدماء سي دي بي بي في الدوري جاء تلبية للدعوة اللي تلقاوها من قدماء القلعة، و
عندنا علاقات قديمه مع الدراري هنا ديال القليعه، سواء لا ديال العزيب لا ديال الجنان، لا كاع اللاعبين اللي كيلعبوا في الفرق ديال القدماء ديال القليعه، وجينا باش نحيوا الذكرى ونباركوا لهم العواشر بمناسبه رمضان وندوزوا معهم ليالي جميله هنا ان شاء الله. بحكم المباراه اللي جريناها، كانت واحد المباراه اللي جرينا السيمانه اللي فاتت اللي كانت حارقه ضد قدماء ايتواكمار، وكاين مستوى، كاين مستوى في هذا الدوري، كاين مستوى كروي ممتاز. صراحه الجمعيه اللي خدات هذا الدوري هذا قامت بواحد المجهود اللي هو مجهود كبير، وكاين دوري في المستوى، فرق اللي جات خارج التراب ديال جماعات القليعه اللي عطات واحد النكهه وعطات واحد طابع جميل لهذا الدوري هذا، وكنتمنى يكون يدوز هذا الدوري اللي باقي في الدوري يدوز واحد الاجواء اللي هي مزيانه. وكنشكر مره اخرى النادي ديال شباب القليعه ولا جميع الانديه اللي شاركت هنايا، وكنتمنى التوفيق للجميع وشكرا.